يا شباب، السلام عليكم. انتم مجاهد again. Welcome. This session will be talking about the axilla. طيب الأكزيلا هي ال space on the side of your body, inside of your trunk, اللي هي bounded by pectoralis major anteriorly. Subscapularis أو latissimus dorsi أو posterior wall ممكن يكون فيه subscapularis, فيه latissimus dorsi, فيه uterus major posteriorly. Serratus anterior medially. الأرم أو الهيومرس laterally. الفلور حقها هي الفاشيا اللي هي بسموها الأكزيلري تيل أو الفاشيا بتوصل بين الأرم والسايد أوف ذا بودي. أوكي؟ طيب الأبيكس حقها lead you to the neck اللي هو بين الكلافيكل والسكابيلا, spine of the scapula والفارس ريب. ده الفارس ريب رقم واحد. ده الكلافيكل بورا السباين حق السكابيلا. ده اسمه الأبيكس, triangular أبيكس through which you can go from the axilla to the neck. يبقى البوردرز حقت الأكزيلا تاني بكتوراليس ميجر أنتيريور. لا تسمع الدورساي بيورا معها سبسكابيلاري تيرز ميجر. سيراتس انتيرير قاعده ميديالي في الميديال وول. الارم او الهيمرس قاعده لاترالي. والابكس بين الكلافيكل والفيرس ريب هنا والسباين اوف سكابيلا. ذيس از تراينجولار ابكس ويتش كان ليد يو تو ذا نيك. وهنا تحت الفاشيا في الفلور. يبقى دي البوردرز حقت الاكزيلا. طيب الاكزيلا دي فيها شنو؟ الكونتينس حقتها شنو؟ فيها الاكزيلاري ارتري وفيها البريكيال بلكسس وفيها الاكزيلري ليف نودز. الاكزيلري ليف نودز الاكزيلري ارتري والبريكيال بلكسس قاعدين جوا حاجه اسمها الاكزيلري شيز. الاكزيلري شيز اللي هو جاي من البري فيرتيبرال فيشيا بتاعت النيك اكستنشن ليها بيسموها الاكزيلري شيز. تمام. يبقى الاكزيلري شيز فيها الاكزيلري ارتري والبريكيال بلكسس. يبقى الاكزيلري فين بالريشيز. الاكزيلري فين بالريشيز عكس اللور ليم. في اللور ليم الفيمورال ارتري والفيمورال فين جوا الفيمورال شيز, لكن الفيمورال نيرف بالريشيز. تمام. طيب نقوم نتكلم عن الحياة دي واحدة واحدة. ناخذ الاكزيلري ارتري. الاكزيلري ارتري اذا كان ده الفيرس ريب الاكزيلري ارتري ودي التوبيركل سكالين توبيركل حق الفيرس ريب. الاكزيلري ارتري بيمشي بيهايند السكالين توبيركل من الاوتر بوردر بتاع الفيرس ريب بيبتدي الاكزيلري ارتري. قبله اسمه سبكليفيان, يعني هنا كان اسمه سبكليفيان ارتري. والسبكليفيان ده عنده فيرس وسكند بارت وثير بارت هنعرفه في الهيد النيك. لكن من الاوتر بوردر بتاع الريب بيبدا الاكزيلري ارتري بيمشي لحد اللور بوردر اوف تيريز ميجر. اذا بعد اللور بوردر اوف تيريز ميجر بيبقى اسمه بريكيال ارتري. يبقى اسمه بريكيال ارتري وهو بيخش الارم. طيب الاكزيلري ارتري ده يا اخواننا it is bisected او divided كده في مصر جاي ماشي بهو كده اللي هي بكتوراليس ماينر بيك ماينر. بكتوراليس ماينر هتقسم الاكزيلري ارتري انتو فيرس بارت سكند بارت ثيرد بارت. الفيرس بارت بيفور بكتوراليس ماينر, السكند بارت بيهايند بكتوراليس ماينر, الثيرد بارت افتر بكتوراليس ماينر. الفيرس بارت بدي 1 برانش, السكند بارت بدي 2 برانشز, الثيرد بارت بدي 3 برانشز. تمام. فيرست بارت بدي حاجه اسمها السوبريم ثوراسيك ارتري او الهايست ثوراسيك ارتري. السكند بارت بدي اللاترال ثوراسيك ارتري. لاترال ثوراسيك ارتري يو هاف تو نو ان اللاترال ثوراسيك ارتري از ذا ميجر ارتري ويتش سبلاي ذا بريست. والفينوس درينج حق البريست باللاترال ثوراسيك فين. طبعا البريست برضو البريست يا اخواننا بياخد من الانترنال ثوراسيك ارتري عارفينه بتاع الثوركس, لكن بيرضوا بيسموه internal memory artery. لكن الميجر بلس ده حق البريس هو lateral thoracic artery وهو جاي من second part of the axillary artery. طيب ال second part برضو بيديني منهم بيديني حاجة اسمها thoracoacromial artery. thoracoacromial artery thoracoacromial artery ده بيتقسم ل 4 branches كل branch بيمشي حتة. بيتقسم ل clavicular branches, pectoral branches, acromial branches, deltoid branches. فكل برانش بيمشي على حسب الاسم. clavicular branches بيمشي على clavicular, pectoral branches تمشي pectoral area, acromial branches و deltoid branches. thoracoacromial artery ده it perforate the clavicular fascia ويديني البرانشز حقته. يبقى ده بالنسبه للسكند بارت. الثيرد بارت بدي شنو؟ الثيرد بارت بدي artery مهم ماشي تحت اسمه thoracodorsal artery. thoracodorsal artery ماشي parallel للاترال border حق الاسكابيلا ماشي غزي لاتسمال دورساي مصل. وبدي anterior و posterior circumflex humeral artery. anterior و posterior circumflex humeral artery اللي هو circumflex humeral artery ده بيخش بالquadrangular space. بعد شوية هوريك الquadrangular space دي شنو بيمشي فيها شنو. يعني شنو quadrangular space يعني شنو triangular space. طيب يبقى دي بالنسبة للبرانشز بتاعة الاكزيلا artery. الثوراكودورسال artery لازم نتذكر انه في artery بيمشي برانش منه اسمه circumflex scapular artery بيمشي بيلاقي artery جاي من الهيد النيك من السبكليفيان اسمه سوبراسكابيلار artery. سوبراسكابيلار artery
والسراكو دورسال في نهايته at the end هنا في التيب حقته هيقابل artery برضو جاي من head and neck اسمه دورسال سكابيلر artery. دورسال سكابيلر artery ودي بنسميها سكابيلر انستوموزس. سكابيلر انستوموزس يعني في arteries بتيجي من head and neck زي السوبر سكابيلر artery والدورسال سكابيلر artery. دورسال السوبر سكابيلر artery هيلاقي السيركمفلكس سكابيلر والدورسال سكابي ارتري هيلاقي التيب بتاع الثراكو دورسال. وعارفين السيركمفلكس كابي والثراكو دورسال دي جايه من الاكزيلري لكن دي جايه من الهيد انك. ليه الانستوموزس ده سكابي انستوموز؟ عشان لو حصل اوبستراكشن هنا في السكند بارت اوف ذا اكزيلري ارتري الانستوموز ده بيساعدني في الباي باس تو باي باس الاريا عشان ما يحصل لها اسكيميا. فدي مهمه شديد لازم نعرفها اللي هي سكابيلر انستوموزس. تمام يبقى ده بالنسبه للاكزيلري ارتري والبرانشز حقته. طبعا البريكال ارتري هيخش عشان يغذي الهارم وهيديني برانش هيمشي بيهايند الهيمرس اسمه البروفاندا بريكاي ارتري زي ما بيحصل في اللور ليمب. الفيمورال ارتري كان بيدي بروفاندا فيمورس ارتري يبقى البريكال ارتري هيدي حاجه اسمها البروفاندا بريكاي ارتري. طيب الكوادرانجل سبيس دي وين؟ اذا كان ده الهيمرس يا اخوانا وده اللونج هيد بتاع ترايسبس لونج هيد اوف ترايسبس وده الهيمرس في مصل هنا اللي هي سابس كابيلاريس عارفين ده دي حته في مصل هي اللي هي تيريز ميجر. تيريز ميجر بيناتهم في سبيسز يا اخوان. السبيس اللي فوق دي مربع اسمه كوادرينجولار سبيس ودي اسمها تراينجولار سبيس تحت. يعني لو قال لك في الامتحان ما هي البوردرز حقت الكوادرينجولار سبيس بين السابس كابيلاريس والتيريز ميجر والهيومرس ميديالي والترايسبس هيد لاترالي. لو قال لك التراينجولار سبيس البوردرز حقته شنو بين التيريز ميجر والهيومرس هيد ميديالي والترايسبس هيد لاترالي. طيب لو قال لك الكوادرينجولار سبيس دي بيمشي فيها شنو؟ الكوادرينجولار سبيس بيمشي فيها السيركمفلكس كاب هيمورال ارتري بيجي ماشي حوالين الهيمورس ومعاه الاكزيلري نيرف ده بيلف حوالين السيرجيكال نيك اوف ذا هيمورس. طيب لو قال لك الترينجولار سبيس دي بيمشي فيها شنو؟ بيمشي فيها البروفوندا بريكاي ارتري اللي هو برانش من البريكل ومعاه الريديال نيرف اللي دي الحته بتمشي فيه. يبقى الكوادرينجولار سبيس بيمشي فيها الاكزيلري نيرف ومعاه السيركمفلكس هيمورال ارتريز والتراينجولار سبيس بيمشي فيها البروفوندا بريكياي ارتري وبيمشي معاه الريديال نيرف. تمام يبقى دي بالنسبه للسبيسز حق ال 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 ال. طيب نيجي نتكلم عن البريكيال بلكسس. البريكيال بلكسس بتيجي من الانتيريور ريماي بتاع السيرفايكال سباين السيرفايكال نيرف اللي هي فروم سي 5 سي 6 سي 7 سي 8 تي 1 من الانتيريور ريماي. طبعا انتوا عارفين في السباينال كورد في دورسال روت اللي هو ده سنسوري دورسال روت وفي فنترال روت اللي هو ده موتر في السباينال كورد. طيب الدورسال روت ده بيدخل بيستلم السنسوري فايبرز والفنترال روت بيديني الموتر فايبرز. عندنا اللي هي سباينال نيرف. السباينال نيرف عاده بيكون ميكست يعني سنسوري وموتر. يبقى الدورسال روت هيلاقي الفنترال روت هيعمل له السباينال نيرف ذاته لو بعدك هينقسم لدورسال ريماي دورسال ريمس او جمعها دورسال ريماي وفنترال ريماي. الفنترال ريماي عاده مسؤوله من الليمس والانتيريور ترونك. الدورسال ريماي بتمشي الباك والريماي دي دائما موتور وسنسوري الاثنين لانها ماخده من الدورسال روت ومن الفنترال روت. يبقى انا في فرق بين دورسال روت وفنترال روت وبين دورسال ريمس وفنترال ريمس. فنترال ريمس ودورسال دي الميكست موتور وسنسوري لكن الدورسال روت ده سنسوري بس الفنترال روت ده موتور بس. الدورسال روت هو الحاجه اللي بتخش في النهايه السباينال كورد سواء كان جاي من دورسال ريمس او من فنترال ريمس. من النهايه السيجنال النهائيه هي الدورسال روت. اوكي يبقى البريكال بلكسس دي زي اي بلكسس بتيجي من الفنترال ريماي. الفنترال ريماي بتاع المينو بتاع سي 5 وسي 6 وسي 7 سي 8 تي 1 تمام. دي الاوريجن بتاع البريكال بلكسس. طيب بتتكون كيف والبرانشز حقتها شنو؟ خلينا نشوف البريكال بلكسس بتتكون كيف والبرانشز حقتها شنو. طيب هنا بتيجي من سي 5 سي 6 سي 7 سي 8 تي 1. طيب الروتس حقتها بتطلع من سي 5 وسي 6 وسي 7 وسي 8 وتي 1. سي 5 وسي 6 روتس دي الروتس اسمها بيتقابلوا مع بعض بيدوني ابر ترنك. يبقى الابر ترنك بيجي من سي 5 وسي 6. لو طلع برانش من الابر ترنك حيكون ماخذ من الروتس حقت سي 5 وسي 6. سي 7 براها بتمشي از ميدل ترنك يبقى الميدل ترنك هي سي 7. سي 8 وتي 1 بيعملوا لي لور ترنك. سي 8 وتي 1 بدون اللور ترنك يعني لو طلع عليه برانش من اللور ترنك يبقى تي ده جاي من سي 8. طيب ناخذ اكزامبل سي 5 روت براو بيديني برانش بيديني نيرف مش كده. سي 5 وسي 6 بيدوني نيرف.
C5 وC6 وC7 بدوني نيرف. تمام؟ طيب C5 برا بدي منو؟ بدي اللونج ثوراسيك نيرف. اللونج ثوراسيك نيرف. اللونج ثوراسيك نيرف اللي هو ده النيرف اللي بيغذي منو؟ بيغذي اسمع منو؟ قولوا معي. بيغذي هنا سيريتس انتيريور مش كده؟ طيب C5 وC6 بديني نيرف تو سبكليفيوس. نيرف تو سبكليفيوس. C5 وC6 وC7 بدوني دورسل سكابيولر نيرف اللي هو بيغذي ليفيتر سكابيلي وبيغذي الرومبويد ماينر وميجر وبدي جاي من الروتس دايركتلي. الابر ترانك في بعض الكتب بيقول لك بدي سوبرا سكابيولر نيرف. سوبرا سكابيولر نيرف اللي هو اس اس الاس اس سوبرا سكابيولر نيرف ده هو بيغذي سوبرا سباينيتس وانفرا سباينيتس. تمام؟ اذا في برانشز بتطلع من الترانكس وفي برانشز بتطلع من الروتس. سوبرا سكابيولر نيرف هيكون جاي من سي 5 وسي 6. طيب نواصل البريكيال فيكسس. الترانكس الابر ترانك هيتقسم للانتيريور ديفيجن هو السيري ديفيجن. يبقى الانتيري ديفيجن حقه هيكون سي 5 وسي 6 والبوستيري ديفيجن هيكون برضه سي 5 وسي 6 لانه الترنك اصلا جاي من سي 5 وسي 6. الميديال ترنك برضه هينقسم للانتيري ديفيجن اللي هو هيكون سي 7 والبوستيري ديفيجن اللي هو هيكون سي 7. طيب اللور ترنك هيتقسم برضه للانتيري ديفيجن اللي هو هيكون سي 8 وتي 1 والبوستيري ديفيجن اللي هو هيكون سي 8 وتي 1. طيب كل الانتيري ديفيجنز هيتلموا مع بعض هيدوني حي اسمه سوري الانتيري ديفيجنز بتاع الابر ترنك والميديال ترنك هيتلموا مع بعض هيدوني حاجه اسمها الميديال كورد. الميديال كورد يبقى الميديال كورد هيكون جاي من سي 5 وسي 6 وسي 7 بس ليه؟ لانه جاي من الانتيري ديفيجن حقه الابر ترنك والانتيري ديفيجن حقه الميديال ترنك. طيب الانتيري ديفيجن حق اللور ترنك هيمشي براه از ميديال كورد. يبقى دي سوري دي لاترال كورد. لاترال كورد يعني الانتيري ديفيجن الانتيري ديفيجنز بتاع الابر ترنك والميدل ترنك بدون اللاترال كورد اللي هو سي 5 وسي 6 وسي 7. لكن الانتيري ديفيجن بتاع اللور ترنك اللي هو سي 8 وتي 1 سي 8 وتي 1 هيديني الميديال كورد. الميديال كورد. طيب البوسيري ديفيجنز كلهم هيتلموا مع بعض هيدوني البوسيري كورد. بوسيري كورد. يبقى البوسيري ديفيجنز جايين من سي 5 و6 و7 و8 وتي 1. تمام؟ طيب يبقى نراجع تاني سريع قبل ما نواصل. من الروت C5 و6 و7 و8 و T1. ال C5 وال C6 حيدوني upper trunk. C7 حيدوني middle trunk. C8 و T1 حيدوني lower trunk. طيب من الupper trunk بيطلع لي subscapular nerve اللي هو C5 و C6. من الروت C5 بيديني long thoracic nerve. C5 و6 بيديني nerve to subclavius. C5 و6 و7 بيديني dorsal scapular nerve. طيب ال anterior division بتاع الابر ترنك مع الانتيري ديفيجن حق الميدل ترنك بيدوني اللاترال كورد اللي هو سي 5 و 6 7. الانتيري ديفيجن حق اللور ترنك براو بيديني الميديال كورد اللي هو سي 8 وتي 1. كل البوسير ديفيجنز بتاعت كل الكورس بتديني بتاعت كل الترنكس بتديني البوسير كورد اللي هو سي 5 و 6 و 7 و 8 وتي 1. تمام؟ لان كل ترنك بينقسم للانتيري والبوسير انتيري والبوسير انتيري والبوسير. تمام؟ فلو ادينا البوسير دي كلهم ريد كلر البوسير كلهم اديناهم ريد كلر هنلاقيهم كلهم بيتلموا بيجوا بدوني اللاترال البصيرة كورت. طيب البرانشز اللي بتطلع من الكورت شنو؟ من اللاترال كورت بيطلع لي المسكولوكوتينيس نيرف. مسكولوكوتينيس نيرف هو قلنا كلام عنه مرة فات قلنا بيغذي البايسبس والبريكياليس وبيغذي الكوراكو بريكياليس وبعدين بيغذي السكين اوف ذا لاترال فور ار لاترال سكين اوف فور ار دي ام سي 5 و6 و7. طيب برضو من اللاترال كورت بيطلع ليا اللاترال بيكتورال نيرف. اللاترال بيكتورال نيرف اللي هو بيغذي بيكتوراليس ميجر وماينر. طيب من اللاترال كورد بيطلع ليا اللاترال روت اوف ذا ميديان نيرف. اللاترال روت اوف ذا ميديان نيرف. ذا ميديان نيرف عنده تو روتس لاترال وميديان. اللاترال روت بيجي من اللاترال كورد اللي هو سي 5 و6 و7 كلهم سي 5 و6 و7. طيب الميديال كورد بيديني شنو؟ الميديال كورد بديني الالنر نيرف سي 8 وتي 1 هو المين نيرف اوف ذا هاند. بديني الميديال كيوتينيوس نيرف اوف ذا ارم والميديال كيوتينيوس نيرف اوف ذا فور ارم وبديني الميديال بيكتورال نيرف برضه بيغذي بيكتورالس ميجر. وعشان كده تجمع بيكتورالس ميجر دي بتتغذى من كله من سي 5 و6 و7 و8 من كله. ليه؟ لان بتاخد من الميديال بيكتورال ومن اللاترال بيكتورال وبيديني الميديال روت اوف ذا ميديان. ميديال روت اوف ذا ميديان معناته الميديال نيرف ده بيجي برضه من كل البريكال بلكسس لانه بيجي من سي 5 و6 سي 5 و6 و7 ده اللاترال بارت
والميديال رود حقه بيجي من C7 C8، مش كده؟ ومن C8 T1، يبقى الميديال نير بيجي من كل البريكال بلكسس. طيب البصيره كورد، البصيره كورد بيديني شنو؟ بيديني الراديال نيرف منها كلها C5 6 7 8، بيديني الابر واللور سبسكابلر نيرفز بلازو سبسكابلاريس مينلي من C5 و C6، بيديني السراكودورسال نيرف اللي هو بيغذي لاتسم الدورساي مينلي من C6 و7 و8، وبيديني الاكزيلري نيرف اللي هو مينلي بيغذي الديلتويد مسل. عشان كده لو دامج، لو حصل دامج للاكزيلري نيرف بيكون عندنا مشكله في الابدكشن فروم 20 تو 90 ديجري، لان دي الحته دي الاكشن الرينج اوف اكشن بتاع الديلتويد مسل. والاكزيلري نيرف بيجي من C5 و C6. يبقى البرانشز تاني اللاترال كورد بيديني ماسكلو كوتينيس نيرف واللاترال بيكتورال نيرف واللاترال روت اوف ذا ميديان نيرف. الميديال كورد بيديني الالنر نيرف والميديال كوتينيس نيرف اوف ذا ارم والميديال كوتينيس نيرف اوف ذا فور ارم والميديال بيكتورال نيرف والميديال روت اوف ذا ميديان نيرف. الراديال نيرف والاكزيلري نيرف والابر واللور سبسكابلر والسيراكودورسال نيرف بيجي من البصيره كورد. يبقى دي البرانشز ودي التركيبه بتاعت البريكال بلكسس. اوكي okay.